نقولها من كل قلوبنا، نقولها وعيوننا دامعة، نقولها وقلوبنا وأفئدتنا مشتاقة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. سامحنا يا رسول الله على تقصيرنا في حقك وتفريطنا في اتباع سنتك، سامحنا لأننا ما قدرناك حق قدرك، سامحنا لأننا ما عرفنا قيمتك، سامحنا لأننا لم نمتثل أمرك ولم نجتنب نهيك، سامحنا لأننا لم نتحلى بصفاتك، سامحنا لأننا قصرنا وفرطنا فلم نتبع سنتك ولم ننصر شريعتك، سامحنا لأننا رأينا سنتك تؤذى ولأننا رأينا ذاتك تسب صلى الله عليك يا رسول الله، حتى سالت الدماء من عقبك ورجمت بالحجارة حتى شدت رأسك. سامحنا يا رسول الله، فقد علمنا أنك حوصرت في شعب بني عامر 3 سنوات ومع ذلك ما أثر هذا في كثير منا. سامحنا يا رسول الله، سامحنا لأن الكثير منا يؤذون سنتك وما يشعرون ويحاربون شريعتك وما يدرون. سامحنا لأن الكثير منا لا يعرفون أنك أوذيت أكثر من أي أذية في الدنيا وابتليت أعظم من كل بلاء في الدنيا. سامحنا لأننا الآن أدركنا أننا جميعا في ميزان حسناتك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. سامحنا يا رسول الله لأنك أحببتنا ولم نرك، سامحنا يا رسول الله لأنك أحببتنا ولم نرك ولم ترانا. لازلنا نذكر تلك الجمل عندما قلت للصحابة ولدت أني لقيت إخواني، فقال الصحابة ألست إخوانك يا رسول الله؟ قلت لا، إخواني هم الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروا. ونحن والله نحبك يا رسول الله، ونحن والله نحبك يا رسول الله، ونرجو من الله أن يحشرنا معك. سامحنا يا رسول الله وسامح نساء المسلمين، فإن الكثير من نسائنا نامصات وأنت لعنت النامصات، والكثير من نسائنا واصلات للشعر وأنت لعنت الواصلات، والكثير من نسائنا مغضبات للأزواج وأنت لعنت المغضبات للأزواج، والكثير من نسائنا يتعطرن ويخرجن إلى الأسواق وأنت وصفت من تتعطر وتخرج إلى الأسواق لأنها زانية. سامح هؤلاء النسوة يا رسول الله، فإنه لا يزال في قلوبهن حب لك، وفي قلوبهن شوق لك، وفي قلوبهن رغبة في اتباع سنتك. سامحنا يا رسول الله، وادع الله أن نكون من رفقائك في الجنة.